أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة المنوعة التي نصحبكم فيها بين العديد من الفقرات الفنية والأدبية وغيرها. يسعدنا في هذه الفقرة أن نقدم مطربا من المطربين العمانيين الذين ظهروا في الفترة الأخيرة، والذين يحاولون بجدية ومثابرة أن يواكبوا نهضة الأغنية الخليجية. مطربنا هو الفنان عبد الله الحتروشي. اهدم بلبس يسمر، اهدم بلبس يسمر، لحظك بحبك رماني، ربي يعطيك عين تسحر، ربي يعطيك عين تسحر، بالقلب قاسي غناني يسمر. بدايتي في تلحين في 63 بديت الحن. 63؟ نعم، في 73 هسه. 73 وابتديت تغني في هذه الفترة. بديت أغني من أغاني في ذيك على نطاق مسارح وهذا. شو بالنسبة لكلمات الأغاني مين يعمل لك إياها؟ بيكتب لي الأستاذ عبد القادر جيلاني عدة أغاني كتب لي، وكذلك الأستاذ عبد الله صخر. هذه اسمها الشمبة. أيوة. وهذه اللي تلبسه فوق، وهذا لا هذا تسمى المفرق. أيوة. تلبس العروس، كل عروسة لازم تلبس هذه الأشياء. أيوة. أيام العرس لازم تلبس. بنت جميلة وزيني ما بنت جميلة، وطايرة تمشي مواير، وطايرة تمشي مواير، وتعجبت أم محمد صاروخة طب بين الحواير، يوداني دان يودان داني، يوداني دان يودان داني، دان اللي دان يا ليل يا لالي، يا ليل يا لالي، يا ليل يا لالي، يا ليل يا لالي، وحمر حلو ناكله بلغ يسلينا. في النهاية أيها الأصدقاء، نرجو أن نكون قد وفقنا في هذا اللقاء. ختاما أيها الأعزاء، لكم أجمل تحياتنا وإلى اللقاء.